اللقاء والإرسالية والإنجيل. إذ دعي بولس لأن يشهد أمام الملك أغريباس، بسط يده التي كانت مثقلة بالسلاسل، مستغلاً الفرصة ليشهد باختباره لنعمة الله ويقدموا إنجيل الله. وهنا نجد أطول أحاديث الرسول بولس المسجلة له في سفر الأعمال، وكما في أصحاح 22 شرح قصة تقابله مع الرب والظروف التي ائتمن فيها على خدمته، وبعد أن فتحت عيناه قبل الإرسالية ليفتح عيون الأمم ليكون لهم بالإيمان الدخول إلى النور والحرية وغفران الخطايا والميراث السماوي والنصيب مع المقدسين. لقد غفر الرب لشاول خطاياه وأرسله ليكرز بالغفران لأشر الخطاة. ونقدر أن نقول أن الإنجيل هنا ملخص في الآية 18 في تأثيره الثلاثي وبركاته الثنائية. أما تأثيره فهو فتح عيون البشر لأنهم عميان روحياً، ثم انتقالهم من الظلمة إلى النور لأنهم جالسون في الظلمة، وأخيراً تحررهم من سلطان الشيطان الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. وهذا معناه أن الإنسان الطبيعي أعمى وفي جحر مظلم وسجانه يغمي عينيه، فما أبأس تلك الحالة وما أمجد الحالة التي ينقله قبول الإنجيل إليها، بصر ونور وحرية. وأما عن بركات الإنجيل الثنائية فهي سلبياً غفران الخطايا وما أعظمها بركة، وإيجابياً نصيب مع المقدسين وما أمجده نصيباً. إذ دعا الرب يسوع المسيح الرسول بولس لهذه الخدمة بين الأمم لم يكن معانداً. ليت الأمر يكون كذلك معنا عندما يدعون الرب للخدمة الأقل.